انا هاخدكم لحته تانية بقى. شايفين المعمار المغربي الجميل والديكور المغربي الجميل والفسيفساء والنقش المغربي الجميل؟ هو ده اداء بدر بنون. ولكن اخوه امين اخو بدر بنون عليه شايفين كيتمنى هاد اللحظه هذه عايشها. الحمد لله اخويا كان لي شرف باش عاش هاد اللحظه هذه، وبسبب الاهل اللي فهمش الحمد لله كاين طاقم اللي اخوه يعني بيتكلم بتاثر شديد. انا دايما بتوقف عند البادي لانجوج شويه لاني بتديني المصداقيه. حجم التاثر ويتحدث عن اخوه يعني بتدي لك قد ايه الارتباط، وتدي لك قد ايه شايلين همه وهو شايل همهم. ولكن